السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك النهارده؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال على عجالة كده. تفضل. دلوقتي في ابن عمتي واكل حق اخواته في الميراث، 8 بنات واخ صغير. طبعا بيفتعلوا مشاكل، كلهم متجوزين وبيعملوا خناقات مع بعض. المهم في احد المرات ضربوا بعض، وانا كنت حاضر الواقعة دي، وقعة الضرب دي. هم كانوا بيتعدوا على واحده في يعني مرات الاخ اللي حارم اخواته من الميراث دول، جابت ناس بلطجيه يضربوا اخت من اخواته يعني. فانا كنت واقف وكنت حاضر الواقعة يعني. دلوقتي هم عايزين اشهد، مش على الواقعة بقى، اشهد ان هو واكل حقهم في الميراث وحاجات تانية غير وقعة الضرب دي. والاخت اللي هي كانوا بيتعدوا عليها عورت نفسها، ومحدش كده اصلا في الواقع دي ضربها ولا عمل اي حاجه. وهم عايزين نشهد ان في الواقع دي في ساعه الخناقه ما شوف يا اخي، متعورتش، ان هم معوراش يعني. شوف يا مش اخي، عارف اعمل ايه، الموضوع شائك يعني. لا ما شائك ولا حاجه. ان دعاك القاضي اذهب واشهد بالذي رايت بالضبط، بس دلوقتي مش عايزين نشهد عند قاضي، بيقولوا هنجيب لك ورقة محامي يكتبها وانت اللي تروح تشهد في الشهر العقاري. إذا استدعيت لا تفعل هذا، إذا استدعيت من القضاء أيوة. اذهب فاشهد، بس اشهد بالذي رأيت. جزاك الله خير. اياكم.